وتحديدا كوم حمادة. النهاردة يعني معانا حاجة مأساة جدا، يعني احنا دايما بنقول الصديق وقت الضيق، ودايما بنقول أصدقائنا هما اللي بيقفوا معانا وهما اللي بيساعدونا وهما اللي بيسندونا. احنا النهاردة معانا الدكتورة يمنى، بتقول لنا ان صديقتها وصاحبة عمرها يعني سرقت عفش بيتها زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني كل العفش اللي احنا بنعرضه لحضراتكم ده اتسرق من صديقة عمرها. ومعانا الدكتورة يمنى النهاردة، يعني هتحكي لنا تفاصيل الواقعة بالظبط وهتقول لنا ايه اللي حصل. بنرحب بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. احكي لنا بقى يا دكتورة يمنى ايه اللي حصل بالظبط، يعني احكي لنا تفاصيل الواقعة بالظبط من يوم ما اكتشفت ان كل حاجتك دي راحت. حسبي الله ونعم الوكيل. اللي حصل ان انا كنت شايلة فرشي كله عند جدي وجدتي، كل فرشي 6 اوض خشب مغسلة في الاوتوماتيك زانوسي وبوتاجاز ستانلس وطقم صيني كامل وعجلة رياضية اوربتراك وكله بقى، ومفروشات ومايكرويف ال جي كله. رحت بزور جدي وجدتي، كنت طالعه اجيب ترابيزات الصالون اللي هي ال3 ترابيزات اللي بيبقوا جوه بعض دول، لقيت الاوضتين الاثنين على البلاط حرفيا من غير كسرف ولا باب. طبعا يعني ربنا ما يوري حد القهره والصدمه اللي انا فيهم، اللي انا كنت فيهم واللي انا لسه فيهم. وصديقه عمرك، يعني دي صاحبه عمرك، انت بتقولي عشره 30 سنه. من وانا 9 سنين. ايه اللي خلاها تعمل كده؟ نفسي اسالها والله، والله نفسي نفسي اعرف ايه اللي خلاها تعمل كده. يعني هي لو سامعاكي وشايفاكي دلوقتي بتقولي لها ايه؟ بقول لها انت عملتي فيا كده ليه؟ انت عمرك ما شفتي مني الا كل خير، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي، انا مش مسامحاكي وعند الله تجتمع الخصوم، انا مش مسامحاكي لا دنيا ولا اخره على اللي انت عملتيه فيا، لان انا ما كنتش استاهل منك كده. ما شفتيش مني غير كل خير طول عمري وانا واقفه جنبك، وكنت بحبك بجد، كنت بحبك ان انت اختي، ما كنتش بعتبرك صاحبتها. بس ما حصلش بينكم وبين بعض اي خلافات تخليها تعمل الكلام ده؟ والله ولا اي خلاف، وعمرها ما شافت مني غير كل خير. والله والله وحياه ابني ما شافت مني غير كل خير. ما فيش موقف صعب في حياتها غير ما كنت جنبها فيه. انا مش عارفه هي عملت فيا كده ليه، ومش عارفه اهلها اللي عارفين ان بنتهم سرقتني ورفضوا يدوني فرشي ليه. طب احكي لنا بقى، يعني ايه اللي عرفك ان هي بالتحديد اللي سرقته؟ عرفت ازاي؟ كل الابواب الفيلا بتاعتنا في قريه عمر شاهين في محافظه البحيره، الفيلا ليها باب حديد كبير، الباب مفتوح بمفتاحه، باب الفيلا اللي تحت مفتوح بمفتاحه، باب الاوضتين اللي فوق مفتوح بمفتاحه، كل حاجه مفتوحه بمفتاحها. يعني هي معاها مفاتيح بيتك كمان؟ للاسف جدتي هي اللي مديها المفاتيح بتاعت الفيلا، لان دي المفروض انها عشره عمر هي واهلها كلهم. جدتي كانت مديها المفاتيح. مش مهم خلاص، مش مهم. جدتي كانت مديها مفاتيح الفيلا كلها بصفة أمانة. شكرا. بصفة أمانة علشان لو جدي وجدتي مش موجودين، لو حصل حاجة في الكهرباء في المية يبقى معاها المفتاح على سبيل الأمانة، يعني هم مأمنينها. المفروض ان دي عشرة عمر، عشرة عمر. والله انا كنت فاكرة ان الكلام ده بيحصل في الافلام والمسلسلات بس، عمري ما كنت اتخيل ان هو ممكن يحصل في الحقيقة، عمري ما كنت اتخيل ان ده ممكن يحصل لي انا، ومن اكتر بني ادمة حبيتها في حياتي وكنت بعتبرها اختي. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. بعدها رحت عملت محضر في اسم مركز بدر، محضر رقم 4687 جناح مركز بدر، واتهمتها بالاسم فيها هي والبنت اللي عندها، لان مفيش غيرها للاسف. المباحث فعلا اكدت صحه الواقعه ان هي اللي سرقتني هي والبنت اللي عندها، وجابوا 4 اوض من فرشي من شقتها اللي في الرمايه، الشقه باسمها، وكانت هربانة، قعدت هربانة 2.5 شهر. طبعا الشرطة الحمد لله قبضت عليها وخدت 4 ايام على ذمة التحقيق، وبعدين خرجت بكفالة على ذمة التحقيق برضو. ومن يوم 23/7 وانا الفرش بتاعي مرمي في القسم، وهي بعتت لي تهديدات كذا مرة، كل شوية انا هحرق قلبها، انا مش هسيبها في حالها.
مش هتاخد فرشها، ولو خدته هتاخده روبابيكيا. وفعلا انا لغايه دلوقتي هي اللي بدات تهددك التهديدات دي كمان. والله العظيم من ساعه ما خرجت من الاربع ايام الحبس وحتى الان كل شويه عماله بتهددني. هي يعني قلبها جامد، لان هي عندها قريب درجه اولى رجل اعمال كبير في اسكندريه، وليه املاك في البحيره، فهو يعني ذو سطوه هناك. ف يعني عايزه اقول لك ان حتى الممرضه هددتها، الممرضه اللي هي ادتها المنوم مع جدي وجدتي، هددت الممرضه وشتمتها واهانتها. الممرضه خافت ومشيت من عند جدي وجدتي، خافت على نفسها منها. يعني هي علشان تسرق العفش بتاع البيت حطت منوم لجدتك وجدك والممرضة. بعد التخدير دخلت خدت الحاجة كلها، سرقت كل حاجة في عربية. سرقت كل حاجة. الشرطة قالت انها جابت عربيتين جامبو، سرقت كل حاجة فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل. وانا الحمد لله انا معايا كل الاثباتات ان ده فرشي. انا معايا القايمة بتاعتي ومعايا الفواتير ومعايا اصل الفواتير، لان انا شاريه من معارض كبيره. معانا الصور، يعني الصور بتوضح معايا حقيقه الفوتوغرافيه. انا معايا كل حاجه الحمد لله. يعني احنا حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين احنا معانا صور، يعني الدكتوره يمنى نفسها وهي يعني ده صالون مامتي مديهولي يعني وانا طفله. ده عمر تاني يعني. أيوة. ده عفش بيتها نفس الصالون اهو وهي صغيره، يعني ده عمر تاني. وده بقى فرش كل بقى عفشها اللي انا اشتريته، لكن مامتي يعني نصها الكحلي ده مامتي مديهولي. يعني نص عفشها هي خدته والنص التاني لغايه الان مش عارفه ان هي توصل. النص اللي الشرطه جابته للاسف ما استلمتهوش لحد استلمتهوش دلوقتي. لا طب ايه المانع انك استلمتهوش؟ انا نفسي اعرف ايه المانع. عشان كده انا طالعه النهارده عشان عايزه اقدم استغاثه لسياده المستشار النائب العام وسياده المستشار وزير العدل. انا مش عارفه استلم فرشي. انا كل اللي انا عايزاه، انا عايزه حق ربنا. انا معايا القايمه بتاعتي ومعايا الفواتير ومعايا اصل الفواتير ومعايا صور فوتوغرافيه ومش عارفه استلم فرشي. فين العفش بتاعك؟ في مركز ايه؟ في اسم مركز بدر. وعايزه اقول لك ان هي ما تعبتش نفسها حتى وزورت ورق، يعني هي ما قدمتش قصاصه ورق. كل اللي بتقوله بتقول ده بتاعي. طب معلش يعني هي شاريه من المريخ مثلا فمالوش فواتير؟ كل حاجه في الدنيا بقى لنا سنين، كل حاجه. الواحد لما بيشتري اي حاجه من اي محل بياخدوا الاسم ورقم الموبايل، والواحد يقدر يطلع فاتوره في اي وقت. الكلام ده من زمان جدا، وانا شاريه فرشي من 2016، فطبعا باسمي ورقم موبايلي بيطلعوا على طول على الفاتوره. هي ما قدمتش قصاصه ورق. كل اللي بتقول ده بتاعي. طب معلش ده غير ان هي هربانه. كانت هربانه، الشرطه قبضت عليها بالفعل. قعدت هربانه شهرين ونص، وبعد ما الشرطه قبضت عليها خدت اربع ايام على ذمه التحقيقات، وبعدين ما اعرفش يعني خرجت على ذمه القضيه بكفاله تقريبا 3000 جنيه. طب خرجت ازاي؟ يعني قرار النيابه في خروجها كان انا 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 بصراحه مستغربه. يعني اللي انا اعرفه ان اللي بيسرق طبعا ما حدش يقدر يعترض على قرارات النيابه ولا قرارات القضاء، بس انا حتى الان ما اعرفش بصراحه. يعني سبحان الله ان هي خرجت بعد ما قعدت هربانه شهرين ونص، بعد ما جابوا فرشي من شقتها وقبضوا عليها بعد ما قعدت هربانه شهرين ونص حرفيا. مش عارفه خرجت ازاي. ومن ساعه ما خرجت وهي عماله تهددني ومش عارفه استلم فرشي. هي قالت لي مش يعني بعتت لي مع حد ان من ضمن التهديدات مش هتاخد فرشها، ولو هتاخده هتاخده روبابيكيا. وانا فعلا مش عارفه اخد فرش لغايه دلوقتي. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انت كل مشكلتك دلوقتي ان نص الفرش اللي وصل لمركز الشرطه تستلميه، وباقي فرشك انت عايزاه. يعني انت مش عايزه غير حقك القانوني. بس ده كل اللي انا عايزاه. انا عايزه حقي القانوني وعايزه حقي بما يرضي الله. الفرش اللي الشرطه جابته مرمي في القسم من 23/7 في الشمس والحر والرطوبه. اصلا يعني كل يوم بيعدي عليا من غير ما استلم فرشي انا بتقهر زياده. يعني الحمد لله ان الشرطه جابته. طب ليه انا ما استلمش فرشي؟ ما اخدش حاجتي ليه؟ انا بناشد السيد المستشار النائب العام وبناشد سياده وزير العدل. انا عايزه استلم فرشي. انا مش عارفه انا ليه ما استلمتش فرشي حتى الان. وبناشد سياده اللواء وزير الداخليه، انا عايزه الشرطه تجيب لي بقيه فرشي. الفرش قيم جدا، يعني الفرش دلوقتي يعدي 800,000. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. طيب احنا لو قبل ما نختم معاكي، يعني شايفين دموع الحزن والحسره في عينيكي، ولو حبيتي توجهي رساله هتوجهي رساله لمين وهتقولي له ايه؟
اوجه رساله اولا ليها، عايزه اقول لها حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وفي اللي بيساعدك ان انت تاكلي حقي، وعند الله تجتمع الخصوم، وحسبي الله ونعم الوكيل في اهلها اللي عارفين انها سرقتني وما تقوليش فرشي. وعايزه اوجه استغاثه لسياده النائب العام، سياده المستشار النائب العام، وسياده المستشار وزير العدل. انا كل اللي انا طالباه، انا عايزه استلم فرشي ومعايا كل الاثباتات ان ده فرشي، انا مش عايزه غير حقي بالقانون وبما يرضي الله. وبوجه استغاثه لسياده وزير الداخليه، لسياده اللواء وزير الداخليه، انا عايزه بقيت فرشي وعايزه بقيت حقي، وبنشد كل المسؤولين، انا عايزه حقي من اللي سرقتني وعايزه استلم فرشي. بس ده كل اللي انا عايزاه. احنا مش عارفين نقول لحضرتك ايه، بس احنا في الاخر خالص يعني في نهاية اللايف، وشايفين يعني التعاطف مع السادة المشاهدين وكم الدعوات، وحسبي الله ونعم الوكيل، وناس يعني زعلانة جدا علشانك، يعني عايزاكي برضو تعرفيهم في اخر اللايف على نفسك، اسمك ايه وشو بتشتغلي ايه وانتي مين؟ انا اسمي يمنى احمد حامد الهتمي، بشتغل مدرس مساعد في التجارة انجليش جامعة طنطا، وطالبة منكم ان انتوا تدعوني ان انا استلم فرشي، وحاولوا تساعدوني ان صوتي يوصل لسيادة المستشار النائب العام، وسيادة المستشار وزير الداخلية، سيادة قصدي اللواء وزير الداخلية، وسيادة المستشار وزير العدل. انا مش طالبة غير حقي والله، انا ما فيش حد يقف جنبي غير بعد ربنا، غير انتوا والسادة المسؤولين، انا مش عايزة غير حقي بس بالقانون وبما يرضي الله. بس حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وكل حرام. حسبي الله ونعم الوكيل. احنا اسفين جدا ليكي ان احنا يعني كنا سبب في نزول دموعك دلوقتي، وانتي حقيقي يعني يكفي تعاطف السادة المشاهدين معاكي دلوقتي، وباذن الله صوتك يوصل، وباذن الله حقك يوصل، وباذن الله يعني زي ما حضراتكم شايفين كده عفشها، يعني باذن الله حقها يوصل. والله انا مقهوره. متابعينا شكرا لحسن الاستماع.